من سيكون أفضل حارس مرمى إلى الآن؟ أول التنفيذ سيكون للمنتخب الجزائري في الركلة الأولى، في المحاولة الأولى. من سيصل إلى مرمى الآخر؟ من سيسجل أكثر في ركلات الترجيح؟ التنفيذ الأول سيكون عن طريق زياد محمد، هو من سينفذ الركلة الترجيحية الأولى. ركلة الترجيحية الأولى، هل سيسجل أم بن غزيل؟ عنده كلام ثاني. زياد زياد زياد، ضيعها زياد، ضيعها زياد، وكأن شيء لم يحدث، وكأن شيء لم يحدث، على أمل أن يضعها في سقف المرمى، فذهبت أدراج الرياح، ذهبت أدراج الرياح، ضاعت الكرة الأولى، ضاعت الكرة الأولى، وضاع الأول على الجزائر، بينما الكرة بتعود الآن لصالح المنتخب المغربي لأن يسجل الهدف الأول من ركلات الترجيح. الجزائر ضيعت، المغرب على التنفيذ، معلو ضيعها، والثاني ضيعها، والثاني، يا ساتر، انتهينا من جنون شوط المباراة الثاني، فذهبنا إلى جنون ركلات الترجيح. ضاعت الأولى هنا، فضاعت الأولى هناك، إلى متى سيبقى هذا الجنون؟ هذه السيناريوهات الغريبة، هل أرضية الميدان أثرت؟ هل أرضية الميدان أثرت على ركلات الترجيح؟ كرة بتعود الآن لصالح المنتخب الجزائري، ثاني ركلة ترجيح. من سيكون بطلا لبطولة كأس العرب؟ الجزائر في مواجهة المغرب. التنفيذية الأولى، الركلة الترجيحية الأولى، ضاعت هنا وضاعت هناك، ركلة الترجيح الثانية الآن على التنفيذ. يونس بداني، يونس بداني لمحاولة وضع الجزائر في التقدم للمرة الأولى في مباراة اليوم بعد العودة في الدقيقة 90. ركلة الترجيح الثانية، نعم نعم، خلاص 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 خلاص، الجزائر تتقدم بالنتيجة، تسجل أول أهدافها من ركلات الترجيح في ثاني تسديدة. الأولى ضاعت، الثانية جول، المغرب ضيع الأولى أيضا، وننتظر التسديد الثاني، التنفيذ الثاني. الآن يونس بداني يضع المحاربو الصحراء بالتقدم بانتظار التنفيذ الثاني من قبل أسود الأطرس في المباراة النهائية التي تجمع الجزائر بالمغرب. أسود الأطرس بمحاربي الصحراء، التنفيذ الثاني سيكون من نصيب من؟ من سينفذ الكرة الثانية؟ نعم، اللاعب إسماعيل بختي هو من سينفذ، إسماعيل هو من سينفذ، المدافع هو من سينفذ، إسماعيل. أوه، ضاعت أيضا على المغربي، ضاعت أيضا على المغربي، وكأن المغربي هو اللي رافض الذهب، وكأن المنتخب المغربي يرفض الذهب فيسلم الميدالية الذهبية للجزائر. إسماعيل بختي، يا بختك يا إسماعيل، يا بختك يا إسماعيل. الثانية ضاعت، الأولى ضاعت، والثانية ضاعت، وأي مباراة هذه، وأي جنون في أرضية الميدان، وأي سيناريوهات متقلبة من المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي، ولكن المغربي هو اللي قاعد يعاقب نفسه، المغربي هو من أضاع الكثير، فاستقبل هدف في الدقيقة 90 ليتجهون إلى ركلات الترجيح، فضيع الأولى فلم يستغل فرصة التقدم مرة أخرى، فضيع الثانية فوضع الجزائري في إمكانية أن يتقدم بفارق هدفين. أنا توف على التنفيذ لأن يضع الجزائري يتقدم بفارق هدفين. الركلة الترجيحية الثالثة، مسلم أنا توف، الجزائري ليتقدم. نعم 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 نعم، الجزائري إلى الآن صاحب الأرض والجمهور، يتقدم بركلات الترجيح بأغرب سيناريو ممكن أن يحدث هنا في بطولة كأس العرب في النسخة الرابعة لتحت 17 عام. يتقدم المنتخب الجزائري بهدفين مقابل لا شيء في ركلات الترجيح، في ركلات الترجيح 2-0. والله يا هي سيناريو، والله يا هو سيناريو غريب، والله يا هو سيناريو غريب. شوف الدعاوي، شوف التمنيات، شوف ضغط
الجماهير المتواجد في مدينة سيك في ملعب عبد الكريم كروم في الجزائر في النسخة الرابعة، على أمل أن يضيع المنتخب المغربي ليرتقي للذهب المنتخب الجزائري. على التنفيذ مروان 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 وضعها في الشباك ليقلص الفارق. خلاص خلاص، إلى متى سيضيع المغربي؟ وضع الكرة في الشباك ليقلص الفارق. الآن سنتجه إلى من؟ إلى التنفيذ الرابع، إلى التنفيذ الرابع. الآن يمني النفس المغربي أن الجزائري ضيع، أن الجزائري ضيع. الحين كرة بتعود مرة أخرى، محاولة لصالح المنتخب الجزائري لركلة الترجيحية الرابعة، الركلة الترجيحية الرابعة. الركلة الترجيحية الرابعة لصالح المنتخب الجزائري، إذا سجلها راح يضع نصف قدم في مكان الذهب في منصة التتويج، سيكون في المنتصف ليحصل على الميدالية الذهبية. محاولة الآن، نعم الكرة في الشباك، نعم الكرة في الشباك. فتحي كساسي هو من يسجل، المتخصص لركلات الترجيح هو من سدد الكرة الخامسة في المواجهة التي جمعت بين المنتخب السعودي والمنتخب الجزائري. الركلة الترجيحية الرابعة يسجلها الآن، النتيجة 3-1. إذا ضيع المغرب انتهت، إذا ضيع المغرب انتهت، وإذا سجل المغربي وضيع الجزائري في إمكانية، ولكن يجب أن يضيع الجزائري الأخيرة. ولكن الأهم أن يسجل الآن، أن يسجل محمد قطب، محمد قطب على تنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة. المغربي هل يقلص أم يذهب؟ نعم يقلص، نعم يقلص. الآن صارت النتيجة 3-2، 3-2. الأخيرة للجزيري، الأخيرة للجزيري. المغربي هل يتصدى، هل يتصدى بن غزيل، أم أن الجزائري سيصل إلى الذهب، سيصل ليكون البطل في النسخة الرابعة؟ هي الركلة الترجيحية الأخيرة. خلاص، إذا ضيع راح نكمل، إذا سجل راح يكون البطل المنتخب الجزائري. من سيسدد؟ صاحب هدف التعديل مالك كحلوشي هو من سيسدد الكرة الخامسة، من عدل النتيجة، من جعل الجزائر تذهب إلى ركلات الترجيح، هو من سيسدد الخامسة. مالك كحلوشي في مواجهة بن غزيل في الكرة الأخيرة، الجزائر من المغرب. وان تو ثري، فيفا لاجيري، المنتخب الجزائري بطلا لبطولة كأس العرب في النسخة الرابعة لتحت 17 عام. والله سيناريو غريب، والله سيناريو مجنون. جميل للجزائريين، سيء للمنتخب. لا 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 لا، هذا اللي كان ناقص، هذا اللي كان ناقص، هذا اللي كان ناقص. كل شيء شاهدنا في أرضية الميدان وما كان ينقص المباراة أمرك هذا. نبارك للمنتخب الجزائري، ألف مبروك بطلا لبطولة كأس العرب، حظ أوفر للمنتخب المغربي. هذه الصورة لا أحب أن أعلق عليها، فلذلك سننتظر مراسم التتويج. بينما الآن ننتقل بصوت الصورة للزميل سعود غانم. البطل هو المنتخب الجزائري، المغرب لم يستغل الفرص التي أتيحت له.